سلام دمنا الله شو ودي زي قناة تكتايوش زاري دمو بأبزانياو سوتش بتلاي دداچو فجق سيلو ويم دمو سيسكو بتأم ميتاي باچو سوتش يمنا أمراج أوتش من علو بتلاي بنيا كلينيك من سات أچو يا زي كمنا أمراج بأبزانياو ويم دمو هلون بميبال درجة يا كاتتنو يا بريس كمنا ليب ريبوزيشنينغ ويم دمو كانفرنزك مدرج لازم دمو يا أورتوغناتيك سرجري ويم دمو يا أتنت أدوت الجانا نبزيوم دمو جينجيفكتومي ويم دمو كراون لينغزنينغ بلن من تراشو يكمنا أمراج أوش بنيا كلينيكي ستالو ساوتش بتلاقي مكنيات دداچو سيسكو ويم دمو فجق سيلو ببزات لي تاي يشلال إيه من لو بتلاقي هي يدد كفل بتأم ساوتش سيسكو ميتاي باچو ويم دمو بتأم بأبزانيو ميتاي كونه سيتاي وبتاي نوروم سلزي نزي ساوتش يسنا لبونا ويم دمو دل باچو لمساك يتشجرالو نزي دمو عفاچون شافنو ليسكو يشلالو إيهنن ويم دمو يميتاي يندد ساوتش فاقق سيلو ويم دمو سيسكو يميتاي يندد يتلايو أماراج أوتشالو إيهنن لما ساكل إيما جمريو يبريس كمنا يبريس كمنا بتلاي نزي ترسوش بتأم رزم رزم بلو ميتايو كونه نزي دمو ديد ميتاي كونه هي بتلاي بين ويم دمو تيمبوراري انكوريج ديفايس منلو ويم دمو يتلايو سكروتشن بمتقم ددو ود لاي كف انديل بمادرك ماستكاكل انجلالن هي باورتو دونتكس ويم دمو ببريس كمنا مساكل ميچلبت اماراج نو ሁለተኛው اماراج دمو ليپ ريپوزيشنينغ ويم دمو ليپ لورينغ بلن تراولن هي قدو طغنا ويم دمو ب 30 دقيقه وسط ميتناقق يقدو طغنا عينت نو بتلي يلانياون متايتن يددون كفل بمقنس لذيم دمو كانفرن ودتاچ زق بمادرك ሰዎች ሲስቁ ወይም ደግሞ ፈገግ ሲሉ ድዳቸው በጣም እንዳይታይ የማድረግ ህክምና ነው። ሶስተኛው የህክምና አማራጭ ደግሞ ክራውን ሌንግዝኒንግ ወይም ደግሞ ጂንጂቬክቶሚ ብለን እንጠራዋለን። ይሄም ህክምና የቀዶ ህክምና አይነት ነው። በ30 ደቂቃ ውስጥ ወይም ደግሞ 30 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄንን ህክምና ማከናወን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ይሄ የምታዩት የጥርስ ክፍል እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም ጥርሳቸው አጭር ሆኖ የሚታይ እንደዚሁም ደግሞ ድዳቸው ረዝሞ የሚታይ ሰዎች የዚህ ህክምና ካንዲዴት ወይም ደግሞ በዚህ ህክምና የድዳቸው ሁኔታ መስተካከል የሚችልበት አማራጭ አለ። እንደዚሁም ደግሞ አራተኛውና የመጨረሻው የህክምና አይነት ኦርቶግናቲክ ሰርጀሪ ምንለው ነው። ይሄ በተለይ የማህለኛው የፊት ክፍል ምንለው ይሄም ካፍንጫ የታች ክፍል እስከ ጥርስ ድረስ ያለው የማህለኛው የፊት ክፍል በጣም ሚረዝምባቸው ሰዎች ወይ ደግሞ ረዘም ብሎ የሚታይ ሰዎች ከንፈራቸው በሚገባ መልኩ ድዳቸውን አይሸፍንም። ይሄ ድድ ካልተሸፈነ ታዲያ ሰዎች ፈገግ ሲሉ ወይ ደግሞ ሲስቁ ድዳቸው በደንብ ከንፈራቸው ወደ ላይ ስለሚሄድ ስለሚሸሽ ወይ ደግሞ ስለሚገለጥ ድዳቸው በጣም ይታያል። ይሄም ውበት ያለው አይሆንም። ስለዚህ ኦርቶግናቲክ ሰርጀሪ ይሄ የላኛው የደዳቸውን ክፍል በመክፈት እንደዚሁም ደግሞ አጥንታቸውን እንደዚሁ በመቀነስ ቁመቱን እንደዚሁም የብሬስ ህክምና ከዛ በኋላ በማድረግ ማስተካከል ይቻላል።